مرزوق مرزوق مرزوق، رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوتة.
يا ريتها كانت اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اسد، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش، مع العود العربين توصل كاش، الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك في ميه يا كينج. سبقة العمر بالنسبه لي يا حلوه. يا كينج يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا، وفي الحاله دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على جناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما أنا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب، عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. حد هيزود؟ 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا، مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ اه يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمئة ألف. وخمسمئة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبيها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. Thank you.
مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، واخدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي أوامر الملك، أنا في حضرتك، أنا في حضرتك يا مرزوق، أنا مش رجع يا مرزوق، أنا صعب، حد علي يدك يا مرزوق، بلاسي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حد علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. لا يا مرزوق لا لا مرزوق اوعاك يا مرزوق لا 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 الحجر وانا لا 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 ازازة الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجي لك جاي. Yeah, man, you.
جرايه يا صفصف. مرسوق، هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرسوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وترصد. مرسوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرسوق ايه؟ مرسوق ايه؟ لا سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي،
سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي. ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش زي الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش غير. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوب لي اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها بزازة اجليطس. كتر المزة اجليطس، هاخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المده، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجة؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركبك ذنوب؟ ايه ايه ايه؟ عنك انت. مرزوق حاسب، حاسب يا مرزوق.
خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. همني دم الناس وهي شرب الحرق يا رجالة شرب الحرق. رزين رزين على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعني. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تاخده؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. ده حلاوه قوي. طيب الحريق بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجه، انت عايز ثلاثه عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. Thank you.
على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب؟ روح لحالك روح كده. كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوش دول الحكومة. اربح يا ولد. البوليس نجد ورانا ولا ابونا مال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ليه؟ يا نهارك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه. بتتخرب. تستاهل تستاهل.
50 مره قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفش على الفلوس، حصل ولا ما حصلش؟ تحصل يا سعاده البيه، ودي في البيه دلوقتي سعاده البيه، اكل ولاد السبعه منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت، بكره هبعت لك باكوين عشان خمار الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي، يلا يا سيدي دوقي اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناه على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك، اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا ما اعرفش ما اعرفش، مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البرلانت، لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تدرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه امين. بقول لك ايه؟ مش عارف انام. اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. سعاده البيه شوف دي على مقاسك، ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله، ده انت عندك ناس غرب. ما غريب الا الشيطان، ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليله. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك، وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني، بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو امال؟ اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ثلاثة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة، تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه، دي امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ هديك تكبر حد النهاردة؟ انت بالشغل اللي عنده من امتى؟ بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها ان ايه؟ فيها ان العمل صح. انا واقع من جوع ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري؟ لا 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 بلاش شط، دي ملهلبه قوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمة؟ الشنطة خفيف. هجيب سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي.
ثلاثة دوبل صلصة زيادة. صلصة خلصة. طب ما تحطي لي شوية مش. جرى يا سيدنا. ما تقف قوي وتتكلم عند المار. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجة؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمي، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرأ يبقى يروح الأراجوز. حقك عليا يا بطل، ما زعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمة لو عملتها تاني. هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر المش. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا نعملنا معاك هتبص من القهوه يالا. من عينيا يا ست الكل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش راح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامر؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. تشكرها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك؟ الصلاة على جمال النبي عاملك ايه؟ دي بشوكها يابا. دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءة اشتري القلعة بحالها، بس الحكومة توافق. اكلمها لك. يا مين؟ الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام الصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير؟ 16. 12. يوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. طلعها اللي معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركه. اربعه خمس ست سبعه ثمانيه. الباقي لما نسجل هات خمسه وخلي اتنين عند التسجيل. عيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلو يا حاج. خلاص. وايه ده اللي حلو؟ ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمه صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح. انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي. اسم المشتري الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هم مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي. بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. الاشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النومه والقميص. عيب يا جدع. انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوه. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حيت. لا سلام.
سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده، اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيره برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع انت، خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش، ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك، الحمد لله. خد يلا، شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة، شيل منابع يلا. العينيا خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور، اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. طلعوه. اللي بعد مش حق. ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج، ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟
باركوتا. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قالوا باركوتا. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو باركوتا. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه اصبر. لا يا باشا انا بكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس يا باشا اللي خدتوها من الراجل ده. ما كانت عيالة. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمره ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعجبه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، مستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواكف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي ودين الأبخار علي. طبعا صبع على النبي يا ابني. لا اله الا الله. وباله انا عايز معذور. معذور يا باشا. تعال انت اهو. ماشي. ايش ايام تعبان ده، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدمنهوري. اخد طعمي. يلا. تعال بقى يا رح تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت اتحطيت في نافوخه جد؟ وانا عارف ايه نافوخه. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عارف. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر. ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه. وإذا اتلمد تضربوه، مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات، برا! برا! طلعهم برا! إيه الشغل العصبجية ده؟ أنتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ أنا هبلغ البوليس! ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجة؟ عايز حقي. لا إله إلا الله. هو كلام عيال ولا إيه؟ ما احنا اتفقنا
اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. أنا كلمتي أقولها مرة واحدة. عايز حق إيه؟ اقسم مع زميلك. أنا عايز حق العربية. نعم؟ 10,000 جنيه، جنيه ينطع جنيه. حقاو أما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المؤبطن. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب. يلا خلو أسم. لا ده بالناس، حد الله ما بيننا وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. عايزين الحلاوه بقى يا حاج. من حلاي حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبقى حليلك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بعبرة لحمة. مالك يا بركات؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات، محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه، ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ عصام من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفه في وسط السوق؟ يشاركنا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس
ياسر، دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ ادوني 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. خمسة مصر الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول فردة؟ يعني ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح شؤون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذة، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه أربعة جنيه. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا ده نصيبك يا بطه وده نصيبك يا زوكا وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكا. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاسي بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش
شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. ومالهم، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور، هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده؟ ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. لسه مصر في الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروق. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معاك شوالعة؟ معايا. خليو لو بتيها راحت بدا على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. العمدة والغفر واتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومة كلها. توبنا يا بلدينا. صلاح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مالي. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 فطيخة بساعة امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذة الحباية ب5 جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومة سعرته. خلاص يا حبيبي،
روح اشتري من الحكومة. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. خد فكرة واشتري بطيخة لبكرة باتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. يلا بينا علي. يلا بينا يا تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. اديله 100 150 اتنين ونص. اديله 150 75 اتنين ونص. علتا تعال يا بوس بس عادي اتنين ونص. قول لاخور مية وخمسين. مية وخمسين اتنين ونص. وتعال يا بوس اتنين ونص. تعالوا بص انا وراك مراكوت اتنين ونص. ماشي يا صاحبي. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر حداشر اتناشر اتنين ونص. حاجة تانية اتنين ونص. وتعال لو بص اتنين ونص. وتعال لو بص اتنين ونص. اتنين ونص. وتعال لو بص. يلا يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازيه عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحه عدم المؤاخذه على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حموله العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت يا بيه رمي الجيتا تبيه؟ جيتا يا ابني. الله عيني. في عرض الحكومه. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطة. أه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 اتنين ونص. وتعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص. اتنين وبس. جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ لاسع مني عشر بواكي. هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. امال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر. أيوة ما هو لا إله إلا الله. ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنا
انت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ بالذمة مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة، اتفضلوا. ألو؟ أنا أمين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. أي خدمة؟ أهلاً يا معلمين، افتحوا الطريق. خد. ملوش لزوم يا معلم. هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ببص لقدام. Thank you.
تقول ايه يا باشا؟ طيب انا حصل جاهز الرجال. حاضر يا معلم. سيل تتهموا مين بحرق العربيه؟ ربنا هو المطلع يا سعاده الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعاده الباشا. مش كده بركات؟ كده صح. مش كده بطه؟ يعني ما بترديش يا بطه. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربيه؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. كم عليكم؟ من هنا يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي. حاضر. يلا يا عم. Thank you.
هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب ما يلا بينا نشوف في ايه. لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاقسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خدك وكلت البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكوا انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي اول غلطه يا كينج. كل نهايه ولها بدايه يا باشا. ما هو غور ملوش سعاده. امين؟ ايوه كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيق الأرض. Thank you.
ما ترد السلام يا رجاله، ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمرت ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصره وكل عبده بدمعك. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقول لك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تب. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما أمان له، وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم. يا ملك حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي. بيه بالصلاه على النبي، احنا لسه شبنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا لا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن، كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجة. انا حديكم. هتدينا ايه؟ الوكالة والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟
النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي حططهولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظ لكم الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ نرجع لك. طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. اجبل جيجي سكرتيرته. أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولاية الشروقة يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحية النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله يا عم. ايوه كده ماشي. Thank you.
رب ربنا تصل وترمى بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق. اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي، حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر، مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا؟ لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
ده انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش بالبرافان ولا بفاترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت منال.
بقى يا صاحبي؟ ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدي عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. دراعك.
امسك الولد. شمر شمر. معزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ للتانية. يا اخي يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا 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 المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه نبقى ارتحنا منه وهو كمان يرتاح. بس جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه. انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي. ما تستهدى بالله يا بني ادم انت وافهم منها الحكايه. ايه حصلت يا دين الكلب؟ لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره. بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره بره. انا همشي بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمري ما حد لمس مني شعرة واحدة. لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. تلاتة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطانية يا أمين. جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين تلاتة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون. بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرفي بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق. خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما